بسم الله. درس المتجهات للسنة الثانية إعدادي، لنواصل عملنا حول هذا الدرس. يلا لنواصل عملنا حول المتجهات. في الحصتين الماضيتين رأينا فقرة مجموع متجهتين مع تطبيق علاقة شارل، ثم رأينا أيضا كيفية إنشاء مجموع متجهتين باستعمال التعريف وباستعمال علاقة شارل، ثم مررنا بعد ذلك إلى الإنشاءات الهندسية، وعرفنا كيف ننشئ مجموع عدة متجهات باستعمال علاقة شارل. يلا الآن عودوا تذكروا علاقة شارل بالنسبة للوضعيات التالية التي نكتب لك الآن. يلا، ما هو مجموع المتجهتين AM و MB؟ صحيح، مجموع المتجهتين AM و MB هو المتجهة AB حسب ماذا؟ فعلا حسب علاقة شارل. يلا، المتجهة CD زائد المتجهة DE تساوي ماذا؟ نعم، تساوي المتجهة CE. ماذا طبقنا مرة أخرى هنا؟ نعم، طبقنا علاقة شارل. يلا، المتجهة MK زائد المتجهة KB تساوي ماذا في رأيك؟ صحيح، تساوي المتجهة MB. يلا الآن، المتجهة AB زائد المتجهة BA تساوي ماذا؟ صحيح، تساوي المتجهة AA دائما حسب علاقة شارل، متفقين؟ المتجهة AA تساوي ماذا؟ فعلا المتجهة AA هي المتجهة المنعدمة، أليس كذلك؟ لماذا تساوي المتجهة المنعدمة؟ نعم، لأن منظمها منعدم، المسافة بين A و A تساوي صفر، هي مسافة منعدمة، وهذا الأمر سبق وأن ناقشناه في الدرس، متفقين؟ إذن الآن غادي نحتفظوا بهذه النتيجة الأخيرة، هاي المتجهة AB زائد المتجهة BA تساوي المتجهة المنعدمة. الآن تذكروا أمور رأيناها في مادة الجبر ستساعدنا على فهم ما سنكتب بعد قليل. إلى أن العدد 5 وضفنا إليه العدد ناقص 5 كم يساوي المجموع؟ صحيح، المجموع يساوي 0. ماذا قلنا على العددين 5 وناقص 5 كيف هما؟ صحيح، العددان 5 وناقص 5 متقابلان، جيد. أو العدد ناقص 5 هو ماذا بالنسبة للخمسة؟ مزيان، ناقص 5 هو مقابل العدد 5، أو يمكن نقول العدد 5 هو مقابل العدد ناقص 5 ما دام مجموعهما يساوي 0. إن كلما كان لدينا مجموع عددين يساوي 0 فإن أحدهما هو ماذا بالنسبة للآخر؟ صحيح، هو مقابل للآخر. نعطيو شي مثال آخر، مثلا ناقص 7 زائد 7 يساوي كم؟ فعلا يساوي 0، هذين العددين متقابلان، أو مقابل 7 هو العدد ناقص 7، متفقين؟ إذا سنستغل نفس المصطلح هنا في المتجهات، ما دام مجموع المتجهتين AB و BA يساوي المتجهة المنعدمة، فالمتجهة BA هذه اللي عندنا هنا سنسميها مقابل المتجهة AB، سنكتب ذلك. هي المتجهة BA تسمى، اش قلنا؟ نعم، تسمى مقابل المتجهة AB، نرمز لها هكذا بحال كي عملنا في مادة الجبر. مقابل 5 هو العدد ناقص 5، إذن مقابل المتجهة BA هو ناقص المتجهة AB هكذا بهذه الكيفية. فنكتب المتجهة BA تساوي
ناقص المتجهة AB هكذا. معناه أن المتجهة BA هي مقابل المتجهة AB. أعيد، المتجهة BA هي دائما مرادفية أو هي التساوي. المتجهة BA هي مقابل، ديما قلت مشتي الإشارة ناقص، يمكن لك تقراها مقابل. المتجهة BA هي مقابل المتجهة AB. باختصار المتجهة BA تساوي ناقص المتجهة AB. واضح؟ نعطيك أمثلة أخرى لذلك. يلا معي، المتجهة CA تساوي ناقص ماذا؟ صحيح، تساوي ناقص المتجهة AC هكذا. يلا، المتجهة DE تساوي ناقص ماذا؟ نعم، تساوي ناقص المتجهة ED. المتجهة RA تساوي ماذا؟ يلا أتمم، تساوي ناقص المتجهة AR بهذه الكيفية. نعم، المتجهة BM تساوي ناقص ماذا؟ نعم، تساوي ناقص المتجهة MB. يلا الآن، ناقص المتجهة EA. يلا تخلص من الإشارة ناقص، ماذا ستكتب؟ صحيح، هي المتجهة AE هكذا. ناقص المتجهة CB تساوي ماذا؟ فعلا تساوي المتجهة BC. ناقص المتجهة DH يلا أتمم، تساوي ماذا؟ نعم، تساوي المتجهة HD. ناقص المتجهة EE تساوي ماذا أيضا؟ نعم، تساوي المتجهة EE وهكذا. إذن إذا أردنا الإشارة ناقص، ما علينا إلا أن نقوم بإبدال الأصل بالطرف هكذا. وإذا أردنا التخلص من الإشارة ناقص، ما علينا إلا إبدال الأصل بالطرف هكذا. متفقين؟ إذن إذا احتجنا الإشارة ناقص يمكننا أن نجيبها في باستعمال هذه القاعدة. وإذا أردنا التخلص من الإشارة ناقص يمكن لنا التخلص منها، وذلك بإبدال الأصل بالطرف. واضح؟ نتابع. الآن نشوفوا المجموع التالي، المتجهة AB زائد المتجهة CD. ونتفكروا هنا واحد القاعدة في الرياضيات. قلنا في مادة الجبر X زائد Y يمكننا نكتبها أيضا Y زائد ماذا؟ نعم، زائد X، أليس كذلك؟ ونقول في هذه الحالة إن عملية الجمع كيف هي؟ نعم، أن عملية الجمع تبادلية أو الجمع تبادلي. يمكننا عوض نحسبه X زائد Y، نقدر نحسبه Y زائد X، ودائما ستعطينا نفس النتيجة. إذا نفس الفكرة غادي نستعملها بالنسبة للمتجهات. المتجه AB زائد المتجه CD نقدر نكتبها هي المتجه CD زائد ماذا؟ صحيح، زائد المتجه AB. ونقول إن عملية جمع المتجهات هي عملية تبادلية أو الجمع تبادلي هكذا. عملية الجمع هي عملية تبادلية أو جمع المتجهات تبادلي. تفقين؟ نواصل. الآن انظر معي إلى مجموع هذه المتجهات الثلاث. لاحظ جيدا ماذا كتبت، بين قوسين المتجه AB زائد المتجه CD زائد المتجه EF. نقدروا نكتبوا هذا المجموع بطريقة أخرى، وهنا غادي ناخذ الفكرة ديال الجبر. فمادة الجبر قلنا سابقا إلى عندنا X زائد Y بين قوسين زائد Z، نقدروا نكتبها هكذا X زائد بين قوسين Y زائد Z. بحال مثلا عندنا 7 زائد 4 بين قوسين زائد 11، نقدروا نحسبوها هكذا بشكل مباشر، أو نقدروا نكتبوها هكذا 7 زائد بين قوسين 4 زائد 11، ودائما ستعطينا نفس النتيجة. أو نحذفوا كاع الأقواس مباشرة ونحسبوا كيف ما شئنا.
نفس الفكرة سوف نستغلها أيضا بالنسبة للمتجهات. ها المتجه أو بين قوسين المتجه أ بي زائد المتجه سي دي عاد زائد المتجه إف، نقدر نكتبها هكذا، هي المتجه أ بي زائد بين قوسين ماذا؟ نعم زائد المتجه سي دي زائد المتجه أو إف. هذه العملية تسمى بالتجميعية، ها جمع المتجهات عملية تجميعية أو الجمع تجميعي. يمكن أن نقوم بتجميع المتجهات كيف ما شئنا، ها يمكننا أن نجمع الأولى المتجه أ بي مع سي دي أولا، أو اللي يمكننا نجمع المتجه سي دي مع المتجه أو إف هكذا متفقين. وفي هذه الحالة نقول إن الجمع تجميعي، ها جمع المتجهات عملية تجميعية. نواصل الآن، انظر معي إلى هذه الوضعية، المتجه AB زائد المتجه CD تساوي المتجه EF زائد المتجه CD. إذا كان لدينا مجموع المتجهتين AB و CD هو مجموع المتجهتين EF و CD، فبإمكاننا التخلص من ماذا هنا؟ نعم التخلص من المتجه سي دي من الطرف الايسر ومن الطرف الايمن من هذه الكتابه. فنكتب المتجه AB تساوي ماذا؟ صحيح تساوي المتجه EF هكذا. هذه القاعده منبثقه من قاعده رايناها في ماده الجبر، تقول ما يلي: اذا كان x زائد y تساوي x او تساوي z زائد y فبإمكاننا التخلص من y هكذا. فهذا يعني أيضا أن x يساوي z. نفس القاعدة التي نعرف في مادة الجبر نطبقها أيضا على مادة الهندسة فيما يخص المتجهات. واضح؟ نمر. لاحظ معي هذه الوضعية. إذا قلت لك المتجه AB تساوي المتجهة المنعدمة، فماذا يعني ذلك؟ نعم ما دامت المتجهة AB المتجهة المنعدمة فإن المسافة AB تساوي صفر، أليس كذلك؟ وما دامت المسافة AB تساوي صفر فإن A هي ماذا بالنسبة لB؟ نعم فإن A متطابقة مع النقطة B أو A تساوي B. إذا ثم شفت متجهة تساوي متجهة منعدمة فاعلم بأن الأصل يساوي الطرف هكذا. طبقين. نواصل. إذا قلت لك المتجهة AM تساوي المتجهة AN فماذا تستنتج؟ متجهتين متساويتين ولهما نفس الأصل، هنا عندنا الأصل A وهنا عندنا الأصل A. نعم إذن حتما سيكون لهما نفس الطرف، بمعنى أن النقطة M هي نفس النقطة N، وبإمكاننا أن نثبت هذا الأمر بالبرهان. واضح؟ يلا نسجل هذه المعلومات اللي تكلمنا عليهم في الدرس. يلا دفتر الدروس نسجل الدرس. إذن هذا الأمثلة الأخرى اللي مكتوبة هنا راه سبق لنا كتبناها في حصة ماضية، دروك غادي نبداو من نتائج. أولا نعتبر متجهتان AB، عندنا المتجه AB زائد المتجه BA كما قلنا قبل لحظات هي المتجه AA حسب علاقة شارل، وحيث أن المتجه AA تساوي المتجه المنعدمة فإن مجموع المتجهتين AB و BA هو المتجهة المنعدمة. المتجه BA كما ذكرنا تسمى مقابل المتجهة AB. تبقين. ونرمز لها ب ماذا قلنا عن الرمز؟ نعم نرمز لها بناقص AB. واضح؟ فنكتب المتجه BA تساوي ناقص المتجه AB.
نشوف امثله اخرى. المتجه او ا هي ناقص المتجه ا او، المتجه دي سي هي ناقص المتجه سي دي، والمتجه ام تي تساوي ناقص المتجه دي ام، ثم ناقص المتجه سي او نعم تساوي ماذا؟ فعلا تساوي المتجه او سي، والمتجه ناقص بي تي او ناقص المتجه بي تي بحال بحال تساوي المتجه تي بي، واخيرا ناقص المتجه اف تي تساوي المتجه دي اف. خاصيه: مهما كانت ام وان نقطتان من المستوى فان المتجه ام ان تساوي ناقص المتجه ان ام. واضح؟ ثانيا نعتبر متجهتين ا بي و سي تي، مجموع المتجهتين ا بي و سي تي هو نفس المجموع سي تي زائد المتجه ا بي، ونقول ان جمع المتجهات تبادلي. هاي نبرزها مزيان، ونقول ان جمع المتجهات تبادلي. يلا كما قلنا، ونقول ان جمع المتجهات تبادلي. نواصل. نعتبر المتجهات ا بي و سي دي و اف بين قوسين المتجه ا بي زائد المتجه سي دي زائد المتجه اف تساوي المتجه ا بي زائد بين قوسين المتجه سي دي زائد المتجه اف، ونقول ان جمع المتجهات تجميعي، يعني يمكن ان نقوم بتجميع المتجهات كيفما شئنا. رابعا نعتبر المتجهتين ا بي و ام، اذا كانت المتجه ا بي تساوي المتجه ام فهذا يعني ان بي تساوي ام، المتجه ا بي تساوي المتجه المنعدمه يعني ا تساوي بي. يلا الان نمروا للتمرين التطبيقي التالي. بسط كل من التعابير التالية: المتجه ا بي زائد المتجه سي تي زائد المتجه بي سي، ثم المتجه ام ا ناقص المتجه دي ا زائد المتجه دي ام، واخيرا المتجه اي ناقص المتجه سي اي زائد المتجه او اف ناقص المتجه سي اف. يلا خذ دفتر البحث وانجز هذه الامثله، غادي نصحوهم في هذه الحصه ايضا. يلا سانتظرك. صافي انتهيت، يمكن تشوفوا الجواب. يلا نبدا. لنبسط كل من التعابير التاليه، نبدا بالتعبير الاول. قلنا الجمع تبادلي هو المتجه ا بي زائد المتجه سي دي زائد المتجه بي سي، نقدروا نكتبوا بهذه الطريقه المتجه ا بي زائد المتجه بي سي زائد المتجه سي دي. هنا امكانيه استعمال ماذا؟ نعم هناك امكانيه استعمال علاقه شارل، المجموع المتجهتين ا بي و بي سي والمتجه ا سي، ها هي. ثم هنا برزت امكانيه استعمال علاقه شارل مره اخرى، مجموع المتجهتين ا سي و سي دي وماذا؟ صحيح والمتجه ا دي، وهكذا بسطنا هذا التعبير. إذا مجموعة المتجهات الثلاث والمتجه ا دي. نمر. المتجه ام ا ناقص المتجه دي ا زائد المتجه دي ام. قلنا قبل لحظات أن ناقص المتجه دي ا يمكن أن نعوضها بماذا؟ نعم يمكن أن نعوضها بزائد المتجه ا دي أو المتجه ا دي هكذا. متفقين؟ إذا الآن برزت إمكانية استعمال علاقة شارل إما بالنسبة لهذا المجموع وإما بالنسبة لهذا المجموع، نبداو بهذا نيت أفضل سهل. مجموع المتجهتين إم أ و أ دي والمتجه إم دي، فنكتب النتيجة على هذا النحو، تساوي مجموع المتجهتين إم دي زائد المتجه دي إم، والمجموع يساوي ماذا؟ صحيح يساوي المتجه إم إم، والمتجه إم إم هي ماذا؟ نعم هي المتجهة المنعدمة. أو لنقول مباشرة منذ البداية مجموع المتجهتين ام دي و دي ام هو المتجه المنعدم لأنهما
متجهتان متقابلتان، مقابل المتجه ام تي هي المتجه الدائم. واضح؟ نمر نشوف السؤال الاخير. المتجه يو اي ناقص المتجه سي اي زائد المتجه يو اف ناقص المتجه سي اف تساوي. اذا تخلصوا اولا من الاشاره ناقص، لان هنا نعوض ناقص المتجه سي اي بماذا؟ نعم بالمتجه اس التي تساويها، وناقص المتجه سي اف نعوضها بماذا؟ نعم بالمتجه اف سي. هكذا واضح؟ الان برز لنا بشكل جلي امكانيه استعمال ماذا؟ نعم استعمال علاقه شارل. نعم ممكن نستعملها بالنسبه لهذا المجموع او اي زائد المتجه اي سي والمتجه او سي، ومجموع المتجهتين او اف و اف سي والمتجه او سي. هكذا واضح؟ مجموع المتجهتين او سي و او سي يمكن لنا نختار له واحد الكتابه اسهل. هل عندنا أ زائد أ كما رأينا في مادة الجبر هو 2 أ، ب زائد ب تساوي ماذا؟ فعلا 2 ب، و إكس زائد إكس 2 إكس، نفس الشيء سنقول هنا. هذه نسجل هذه كملاحظة، هذه أمور غادي نشوفها في السنة المقبلة إن شاء الله. نضع اصطلاحا هذا اتفاق، عوض أن نكتب المتجه أو سي زائد المتجه أو سي، غادي نعوضها بكتابة أخرى بسيطة اللي هي 2 في المتجه أو سي، بحال كي تكلمت على ذلك الأمر في مادة الجبر، إكس زائد إكس هو العدد 2 إكس. إذن هذا التعبير اللي عندنا يمكننا نبسطه أكثر فنعوضه بالمتجه 2 أو سي. واضح؟ يلا، انتهت هذه الحصة وبالتالي انتهى مع هذا الدرس المهم جدا في عالم المتجهات. إذن نلتقي إن شاء الله في درس قادم بحول الله. هذا الدرس من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.